لقد قمت بكتابة بعض الأمثلة على العلاقة بين متغيرين، وفي هذه الحالة بين M و N و A و B وبين X و Y. وما أرغب بفعله في هذا العرض هو أن أرى إذا كان يمكن أن أعرف ما إذا كانت هذه العلاقات عبارة عن علاقات مباشرة أو تختلف بشكل مباشر، أو ربما تختلف عكسيا، أو ربما لا هذا ولا ذاك. لنوضح هذا قليلا، إذن لدينا هنا M على N تساوي 1/7. لنرى كيف يمكن أن نتلاعب بين الطرفين. إذا قمنا بضرب كلا الطرفين بإن، على ماذا سنحصل؟ وعلى العموم ربما تريد أن تقول أن هذان الجانبين مختلفان في المعادلة. إذن سيكون النمط، دعوني أكتبه بهذه الطريقة، سيكون M تساوي K في N، هذا اتجاه المتغير، أو سيكون النمط M تساوي كي ثابت مضروب في 1/N، وهذا معكوس المتغير. وكما ترى في أي واحد منهما إنهما على طرفان مختلفان. لنأخذ إذن أول علاقة، لنضرب كلا الطرفين بإن ونحصل على M. إذن N مع N تحذف، نحصل على M تساوي 1/7 مضروبة في N. وهذا نمط التغير، نمط تغير مباشر، إنه عبارة عن ثابت مضروب في N. إذن M تساوي ثابت مضروب في N. إذن هذا هو المتغير المباشر. إذن هذا هو متغير مباشر، متغير مباشر. لنرى في الحالة الثانية، A مضروبة في B تساوي -3، ويمكننا أن نقوم بهذا مع عدة متغيرات هنا. دعونا نقسم كلا الطرفين على A كما قمنا بشيء نفسه. إذن قسمنا كلا الطرفين على A، تصبح B تساوي -3 على A، أو يمكنك كتابتها على الصورة التالية، -3 مضروبة في 1/A، وهذا هو النمط، متغير ما يساوي ثابت مضروب في 1/A، أو مضروب في متغير 1/متغير آخر. إذن هذا المتغير يكون معكوسا. إذن هذا متغير يتغير بشكل عكسي. إذن هو متغير عكسي. دعونا نجرب هذا الآن. في XY تساوي 1/10، ومرة أخرى دعونا نحاول أن نعزلهم على جانب واحد من المعادلة، ودعونا نقسم كلا الطرفين على X. إذن نقوم بقسمة كلا الطرفين على X لأننا نحاول إيجاد علاقة، إذا كانت العلاقة مباشرة أو عكسية. إذا نحصل على y تساوي 1/10 x، أو 1/10 مضروبة في 1/x. إذا y تساوي ثابت في 1/x. ومرة أخرى x و y يتغيران بشكل عكسي. إذا هنا في هذه الحالة x و y يتغيران بشكل عكسي. دعونا نقوم بحل المثال التالي، وهو N تساوي 9 مضروبة في 1/M. هنا لقد تم حل هذه المسألة. إذا قمنا بقلب الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، نحصل على N تساوي 9 مضروبة في M في 1/M، وهذا ما يساوي N تساوي ثابت مضروب في 1/M. إذن هذه أيضا تتغير عكسيا. إذن N تتغير مع M عكسيا، ونقول أن هذه العلاقة هي علاقة عكسية، أي أنها تتغير بشكل عكسي. فهذا أيضا يعني أن هذه العبارة عكسية. إذن سنأخذ العبارة الأخيرة أو المعادلة الأخيرة، وهي وهنا لدينا B تساوي ثلث ناقص A، وقد تكون مخادعة بعض الشيء هنا. إذن B تتغير بشكل مباشر مع A، لكن في هذه الحالة سنقول ربما هناك معكوسات هنا أو شيء آخر، لا هذا ولا تلك. إذن
ولكي تكون النقطة واضحة 100%، فدعونا نأخذ المثالين الأولين. دعونا ننظر إلى هذه الأمثلة الأولى في المتغيرات المباشرة، وإذا قمنا بتدرج تصاعديا بمقدار وحدة واحدة في اتجاه واحد، بالتالي سنتدرج في المتغير الثاني بنفس الدرجة. فإذا كانت x تتضاعف من 1 إلى 2 عندما x تساوي 1، في الواقع على القيام بهذا m و n، دعوني أضع m و n هنا، m و n. حسنا، رغم أنه يمكنك التلاعب بهذا باستخدام الجبر هنا، إن هذه لا تبدو مستقلة عن تلك، لكن في هذه الحالة حيث n تساوي 1 و m تساوي 1 على 7، n تساوي 1 و m تساوي 1 على 7، عندما تكون n تساوي 1 بالتالي m تساوي 1، وعندما تكون حيث أن تدرجنا تصاعديا ب n بمقدار 7 وحدات، يجب علينا أن نتدرج ب m بالمقدار نفسه. إذن لا يمكنني التعبير عن n من خلال m، لكن عندما نتدرج بمتغير مقدار 7 وحدات بمقدار 7 وحدات، علينا أن نتدرج أيضا ب m بمقدار نفسه، فعليك أيضا أن تتدرج بنفس المقدار. إذن هذا متغير مباشر، دعونا نأخذ المعكوس، أو عندما يختلف متغيرين عكسيين، إذن لنأخذ b و a هنا. عندما a تساوي 1 b تساوي سالب 3، أو يمكن حلها بوضوح هنا. يمكننا الذهاب للمعادلة الأصلية، عندما a تساوي 1 لدينا b تساوي سالب 3، أي b تساوي سالب 3. إذا أخذت a وضاعفتها 3 مرات، أي ضربتها ب3، إذن الآن لدينا a تساوي 3 وb تساوي سالب 1. إذن لما نقوم بضرب 3 هنا؟ إذا ضربنا A ب3، إذن كأننا نضرب B ب1 على ثلث، إذا تدرجنا في A تصاعديا، إذن نتدرج في B تنازليا. إذن هذه العلاقة تكون علاقة عكسية، إذن هما يختلفان عكسيا. حسنا، لنأخذ الحالة الأخرى، سأستخدم اللون الأخضر هنا ذاته. حسنا، لدينا A و B. إذن عندما A تساوي مثلا 1، B تساوي ثلث ناقص 1 وتساوي 2 على سالب 2 على 3. لنأخذ A مثلا، دعونا نقول أن A تساوي سالب ثلث. إذا أخذنا A تساوي سالب ثلث، أي كأننا ضربنا A بثلث، ماذا سيكون ناتج B هنا؟ سيكون ناتج B يساوي صفر. حسنا، أي أننا إذا تدرجنا في A بمقدار ثلث، فإننا لا نتدرج ب B بنفس المقدار، إننا حصلنا على ناتج يساوي سالب 2 على 3، أي أننا في كل مرة كأننا نحصل على ناتج يساوي سالب 2 على 3، أي كأننا نتدرج أو بقيمة 2 على 3. إذن هذه هنا العلاقة لا يمكن أن تكون علاقة مباشرة، وإنها أيضا لا تكون علاقة عكسية. إذن هذه العلاقة لن تكون لا مباشرة ولا عكسية، لأنهما لا يتغيران لا طرديا ولا عكسيا.